الحل حق إضراب حق دستوري، وفي نفس الوقت لازم أيضا تأمين السير العادي ديال الدراسة بالمؤسسات التعليمية، تجعل بأن الوزارة أخذت واحد العدد ديال الإجراءات التدبيرية اللي تجعل في حق كل اللي تعرقل المرفق التربوي العمومي واللي تحق واللي تمس بالحق الدستوري ديال التلاميذ في الدراسة. أنا من تنشوف في واحد بعض العادات ديال المؤسسات، إما التعنيف اللفظي، المضايقات، الاعتداءات في حق مجموعة من الأساتذة اللي هما ما دايرينش الإضراب. من تنشوف كيفاش أعمال ديال التحريض داخل المؤسسة التعليمية، وعدم احترام حرمة المؤسسة التعليمية بعض الأحيان. هذا تفسر الإجراءات اللي خدتها الوزارة في حق كل هاد الأطر اللي هما خرجنا من موضوع ديال الإضراب ودخلنا مواضيع اللي هي أخرى. ولهذا احنا تنعتبروا بأن حق التلاميذ في المدرسة هو حق أيضا دستوري، اللي خصنا نعبئوا كل أطراف اللي هي معنية إلا بغينا نضمنوا باش هاد السنة ما تبقى من هاد السنة الدراسية يستفدوا منها هاد التلاميذ وهاد 7 مليون ديال التلاميذ و5 مليون ديال الأسر. وشكرا.